يكون مساهمة المجتمع في القضاء على السكري هي مساهمة مشتركة. يعني لم يعد اليوم مسألة توزيع الأدوية والحبوب والإنسولين، أصبحت القضية قضية مفاهيم ومسائل اجتماعية مختلفة. ضمن هذا المفهوم أقمنا هذه الاحتفالات وهذه المواجهات، واستفدنا من نصائح الدكاترة والحمد لله. نأمل إن شاء الله بجهودكم الخيرة إنه نظل إحنا متنورين عن الأمراض جميعا. والله إنه حلو هذا اليوم، الاستماع هذا حلو، يعني فادنا كثير عشان السكري والضغط. أنا عندي سكري وجوز عندي ضغط، يعني واستفدنا كثير، يعني الواحد استفاد منهم، بارك الله فيهم، يعني إنهم يعني ببذلوا جهد إلنا يعني كثير.